هو الحسين بن علي عليهما السلام، وهو الإمام الثالث عند الشيعة الإمامية. ولد في 3 من شعبان في 4 للهجرة، والثمرة 2 من الزواج المبارك للإمام علي بن أبي طالب والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. كنيته أبو عبد الله، ومن أشهر ألقابه سيد الشهداء. استلم الإمام الحسين مقاليد الإمامة بعد استشهاد أخيه الحسن في 50 للهجرة. اضطر الإمام الحسن على إبرام معاهدة الصلح ليكشف للناس الوجه الحقيقي لمعاوية الذي تنكر برداء الخلافة مصوراً نفسه الخليفة الصالح. حفاظاً على الدين الحنيف، انتهج الإمام الحسين لمدة 10 سنوات سياسة أخيه الحسن بالتزامه بالصلح، الذي كان من أهم بنوده أن يتسلم الإمام الحسين الخلافة بعد وفاة معاوية. إلا أن معاوية ختم حياته بإثم عظيم، إذ سلم الخلافة لولده يزيد شارب الخمر الفاسق الفاجر. لم يراعي يزيد حرمة الإسلام، فجاهر بشتى أنواع المعاصي والكبائر. وكإمام معصوم حزم الحسين عليه السلام أمره بالتصدي لهذا الانحراف ويصلح ما أفسده هذا الطاغية في أمة جده صلى الله عليه وآله. في المدينة أرسل يزيد إلى الإمام الحسين تهديداً مباشراً بقتله إن لم يبايع. رفض الإمام الحسين مبايعة يزيد، فخرج بأهل بيته من المدينة متوجهاً إلى مكة ليحتمي فيها في 28 من رجب 60 للهجرة. وفي مكة أرسل يزيد إلى الإمام الحسين من يقتله ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة، حفاظاً منه على حرمة الكعبة من سفك الدماء فيها. أحل الإمام من إحرامه وخرج بأهل بيته من مكة في 8 من ذي الحجة 60 للهجرة، على إثر الرسائل الكثيرة التي أرسلها أهل الكوفة إلى الإمام الحسين. ارتأى عليه السلام أن يرسل مسلم بن عقيل للاطلاع على نوايا أهل الكوفة. أعلنت الكوفة ولاءها للإمام الحسين عليه السلام، فكتب مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين رسالة يحثه بالمسير والقدوم إلى الكوفة. تسلم الإمام الحسين عليه السلام رسالة مسلم بن عقيل وتقريره عن الأوضاع والظروف السياسية واتجاه الرأي العام، فقرر الإمام عليه السلام التوجه إلى الكوفة، وذلك في 8 من ذي الحجة 60 للهجرة. انقلب الرأي العام في الكوفة، فراح المناصرون ينصرفون عن مسلم حتى بقي بلا نصير، فألقى الجلاوزة القبض عليه ورموه من أعلى قصر الإمارة في 9 من ذي الحجة 60 للهجرة. ما إن بلغه نبأ مصرع مسلم بن عقيل، توقف عليه السلام متفكراً بأنه لن يتراجع عن مواصلة مسيرته وإكمال ما بدأ به، لأنه يسير إلى مصير وعده الله به ورسوله. قطع عمر بن سعد وجيشه الطريق على الإمام الحسين في كربلاء. وفي 7 اجتمعت العساكر على الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه عليهم السلام، وقطعوا الماء عنهم. في 9 اشتد الحصار على الإمام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وما أن غشي الليل حتى خطب الإمام بأصحابه وأحلهم من أمره، فأبوا إلا أن يكونوا ثلة من الشهداء الخلص. وفي هذه الليلة
ودع الإمام أهل بيته وعياله واستودعهم عند العقيلة زينب عليها السلام، وكلفها بالحفاظ والدفاع عن إمام زمانها من بعده الإمام زين العابدين عليه السلام. لما أصبح يوم عاشوراء صلى الإمام الصبح بأصحابه، ثم نظم جيشه وأقام الحجة على أعدائه مرة أخرى وودع أهل بيته. كره الإمام أن يبدأهم القتال، فابتدأ المعركة جيش عمر بن سعد في قتال غير متكافئ من حيث العدد. استبسل أصحاب الحسين في القتال فأوقعوا عدداً لا يستهان به من القتلى، وراحوا يستشهدون بين يديه الواحدة تلو الآخر، حتى بقي الإمام الحسين وحيداً إلى أن استشهد سلام الله عليه. لم يراعي القوم حرمة أهل بيت النبوة، فأخذوهم سبايا وأسارى من بلد إلى بلد.